هناك أمر آخر أود الحديث عنه، وهو يخص حركة رشاد أو التواصل مع حركة رشاد عموما والعربي زيتوت خصوصا. من بين الأسئلة التي قدمت إلى أمير التنظيم، هل التواصل سري أو علني، وهل هو عن طريق ثقة أو لا؟ تم التأكيد من طرف أبو عبيدة يوسف العنابي أن التواصل قائم أساسا بين أمير التنظيم والعربي زيتوت، اتصال سري وعن طريق ثقة، يعني الوسيط ثقة. تم إرسال رسالة من طرف أمير التنظيم أبو عبيدة يوسف العنابي إلي خصوصا، وكذلك الشيخ نوح تم مقتله في التمشيط الآن في الذكر، وكذلك نفس الرسالة إلى الشيخ عاصم الموقوف معنا، أرسلت إلي بصفتي عضو في مجلس شورى التنظيم وكذلك أمير على منطقة الشرق. مضمون الرسالة بدايتها هو تطمين العربي زيتوت أنه لم يتم التواصل معه علنا لكي لا يتم إحراجه أو إذايته من طرف البلد المقيم فيه، وكذلك تطمينه بأن التواصل معه هو تواصل آمن عن طريق وسيط ثقة. مضمون الرسالة عموما هو طلب التعاون والتعامل، وبالمقابل دعم من طرف حركة رشاد لإسقاط النظام استغلالا للحراك الشعبي أو ما يراه هو مناسبا، والتنظيم كذلك مناسب، أو بالأحرى النقاط التي يتم التوافق عليها. كما ذكرت هو طلب العون والدعم والتعاون لإسقاط النظام كحركة عموما والعربي زيتوت شخصيا. وحسب الرسالة الموجهة إلينا فالتواصل قائم بين العربي زيتوت والحركة عموما، وإمارة التنظيم على رأسها أمير التنظيم أبو عبيدة يوسف العنابي. يعني الرسالة تم تدوينها أو كتابتها، وطولب منا أن نراجعها، ربما زيادة أو نقصان أو فكرة أخرى أو موافقة عدم موافقة لفقرة من الفقرات وليس المضمون. يعني التواصل قائم أساسا. تم الرد على رسالة أمير التنظيم بالموافقة على التواصل مع حركة رشاد والعربي زيتوت والتعامل معهم والتعاون بالأحرى لإسقاط النظام. كان الرد بالموافقة من طرفي والعضوين في مجلس الشورى الشيخ نوح والشيخ عاصم، رغم استبعاد ربما النتائج، أما الموافقة متأكدون من موافقة العربي زيتوت أو حركة رشاد على التعاون. وتم إرسال هذه الرسالة رسميا إلى العربي زيتوت.